الحمد لله حنايا هنايا في المحطه ديال الحمله الطبيه ديال المحطه الطرقيه ان زكان، وهي السادسه من نوعها بعد الدار البيضاء مراكش بني ملال الرشيديه. هذه الحملات تتهم السائقين المهنيين ديال الكيران اللي تنشكرهم، ويعني عام ورا عام تيتزاد الوعي ديالهم بهذه الحملات الطبيه اللي تيستافدوا منها الا كان نقص في البصر بالنظارات مجانا، ولا كان نقص في السمع بالاباغي ديال تعويض السمع او تحسين السمع لوديو بروتيز بروتيز اوديتيف بلوتو مجانا حتى هو. ولا كان خاصهم شي توجيه لاختصاص طبي تنوجههم لاقرب مستشفى. ونتمين هذا التفاعل وهذا يعني الحمله التي قامت بها الوزاره الوصيه الى جانب مجموعه من الفاعلين داخل يعني في هذا القطاع بما فيهم اللجنه الوطنيه للوقايه من حوادث السير، جمعيه ارباب النقل والنقابات كذلك والسلطات المحليه والامن الى غير ذلك. هذه خطوه نثمنها على اعتبار انها تمس كائن حي داخل هذا القطاع وهو السائق، على اعتبار ان سلامه السائق بمعناها سلامه الركاب يعني المتواجدين داخل الحافله، واي خلل يصيب هذا الكائن بمعنى انه خلل يصيب هذا القطاع برمته، على اعتبار انه هو الركيزه الاساسيه داخل القطاع. هذه المحاملات ما احوج السائقين اليها، وما احوج كذلك هؤلاء لتنظيم القطاع حتى لا تكون هناك نرفزه وتعرض ونرفزه وخلل صحي يعرض الركاب ويعرض هذه الشريحه للخطا. وشكرا.